السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بقناة بروسوت فيديو دوت قناة. إن شاء الله النهاردة تكملة لدورة سي بلس بلس جي أي بواسطة فيجوال ستوديو. إن شاء الله النهاردة نشرح الديالوجز. الديالوجز بتنقسم لتلات أقسام، في فايل ديالوج ده اللي إحنا بنفتح منه فايل، أي فايل بقى أي نوع بيرجع لنا قيمة بالباس، وفي فونت ديالوج ده بيرجع لنا قيمة فونت. لو أنت مثلا عايز تغير الفونت بتاع تكست معين فأنت من خلال الفونت ده أنت بتغيره. وفي كولر ديالوج، الكولر ديالوج دي بترجع قيمة كولر. زي ما انتم شفتوا في الحلقات اللي فاتت احنا كنا بنكتب ايه كولر نقطتين فوق بعض والقيمه بتاعتها ريد بلاك. طبعا احنا ايه مع المستخدم احنا مش هنعمل كده، ان هو مثلا لو هو عايز يختار بقى اللون هو براحته بقى يختاره. من خلال تكتب هنا ايه ديالوج، في هنا ايه كولر ديالوج، في فونت ديالوج، وفي اوبن فايل ديالوج، في فولدر براوزنج ديالوج، وفي سيف فايل ديالوج. حاجات برضو يعني اشكال من الفايل ديالوج برضو، بس نفس ونفس الفكره يعني، ونفس الخصائص يعني، معظمها نفس الفكره ونفس الخصائص. تعال كده نضيف كولر ديالوج، فون ديالوج، اوبن فايل ديالوج، التلاته بيتضيفوا تحت. طبعا ده مشروع احنا عملناه المره اللي فاتت. تعال كده ندوس على البوتون بتاعنا. شرحنا قبل كده الاوبن فايل ديالوج، بس خلينا نرجع عليه سريع كده. اف لو احنا بنقوله كده open file dialog show dialog كده، احنا بنقوله لو كده انت احنا بنقوله افتحه، احنا كده بنقول لل open file dialog افتح الشو dialog. لو رجعت قيمة system windows forms dialog result اوكي. لو رجع اوكي يعني لو داس اوكي، ما داس ريت، لو ما داس مثلا كنسل ولا حاجه. تعالى كده رجع ورا، اعمل بقى اللي انت عايزه. عندك مثلا ايه في اوبن فايل ديالوج، فايل نيم ده الباس بتاع البتاع بتاع قصدي الملف اللي انت اخترته. في هنا فايل نيمز ده لو انت اخترت كذا ملف، واخد بالك كذا ملف كده انت اخترته وبيحطه لك في الفايل نيمز. في فلتر، فلتر دي تقريبا مش عارف ايه بتاع ايه فلتر دي، دي بتعمل فلتر للبتاع ده للبتاع ده اسمها ايه الاسماء يعني. مثلا ايه لو انت عايز تجي بي جي بس، عايز بس بتاع ده، عايز مثلا يفتح جي بي جي بس، ان هو يظهر جي بي جي بس، مال الصور عايز يظهر مثلا تكست بس. هسيب لكم برضو اللي انا مش متذكر قوي بتتعمل ازاي، بس هسيب لكم في الديسكريبشن تحت في الوصف كود كده اوبن فايل ديالوج فايل بس، ازاي ان انت تقدر ان انت تتعامل مع الجي بي جي والحاجات دي. عم بس يا جماعه مش متذكر ازاي بتتعمل دلوقتي، انا كنت كاتبها في ورقه بس مش عارف كانت معايا دلوقتي، بس مش عارف فين ادور عليها واجيبها لكم. دي اولا مع الاوبن فايل ديالوج كده، فمش محتاج ان انا دي بتفتح كده اوبن، نفس الحكايه برضو في الكورسات اللي قبل كده. طب الكالر ديالوج واخد بالك، هنقول ايه، هنقول مثلا ايه، هنقول كالر ديالوج شو ديالوج واخد بالك كده، احنا بنقول له افتح الكالر ديالوج. عايزين مثلا نغير التكست مثلا بتاعت ال تكست في هنا باك كالر، في فور كولر، فور كولر ده بتاع بتاع ده، ولا اقول خليها باك كولر احسن. هي فور كولر دي يا جماعه بتاعت النص لونه ايه، خليها باك كولر احسن. هنقول كولر ديالوج كولر بس، هي بترجع قيمه كولر اساسا بس يا جماعه، بس هي دي كده. فانت هو بيفتح الكولر ديالوج شو ديالوج، احنا بنقول له افتحه، فيختار بقى اللون اللي هو عايزه. بعد كده ايه اول ما انت تدوس اوكي فبيغير في قيمه الكالر دي، بيخليها ريد، بيخليها بلاك، بيخليها مثلا زي ما انت عايز، لون سماوي وزي ما انت عايز. تعال كده نعمل ران يس. استنى كده شويه، هكذا نفتح زي ما شايفين يا جماعه، فتح لنا الكار ديالوج. طيب انت ممكن تغير في الخصائص دي زي ما انت عايز، ممكن تغير الاسم هنا من خلال الخصائص اللي على اليمين دي، تحدد الاداء بعد كده تغير الخصائص. بس احنا عايزينه مثلا ايه اللون مثلا، خلينا مثلا في الايه في البينك ده اوكي،
زي ما انت شايف يا جماعه، غير لها باك كلر بتاعتنا للون البينك ده، اخضر اخضر شغال. خلصنا كده الباك الكلر ديالوج بتاعتنا. تعال كده نروح للفونت ديالوج، نفس الحكايه برضو بنفس الخصائص، شو ديالوج، شو ديالوج بلاك، ونخلي التكست بتاعنا تكست بوكس. ايه يا نجم في ايه؟ تكست تكست بوكس 1 تكست، لا فونت، انا فونت، ايوه فونت بتساوي فونت ديالوج فونت بس كده. الفونت ديالوج دي، الفونت دي قصدي دي القيمه اللي هو بترجع من المستخدم، يعني الفونت ديالوج دي احنا بنختار مثلا فونت معين فبيتغيرها بالفونت ده. تعالى كده ايه، لوكال ويندوز اند ديبجر، استنى شوية كده اهو، افتح كده استنى شوية ماشي. بس يا جماعة هي بطيئة عندي شوية لأن أنا مشغل برنامج التصوير والفيجوال ستوديو مع بعض، والرام عندي 4 جنيه، ده زي الرام زي ما أنا بتصوت يعني. تختار هنا مثلا، اخترنا بولد مثلا، تختار ما هنا الحاجات اللي أنت متحددة لك مثلا ايه. لا أنا مثلا اختار ده كده، نختار، لا نختار ده كده، انت اختار زي ما انت عايز بقى. مثلا انا هختار مثلا عشان ده اصعب بالنسبه لك كده، مثلا اختار بولد، خد بالك اختار مثلا ايه 10 عشان تبقى ايه وسترن، خليها كده اوكي. خلي بالك هو على حسب الخط بتاعك هو بيغير لك التكست بوكس، يعني انت مثلا اخترت مثلا خط 28 هو تلقائي جدا هو بيغيره لك عشان مش عارف يكتب اصلا في التكست طالما انت مش مغيره. هنكتب كده اي حاجه زي ما تشوفوا يا جماعة، غير الفونت بتاعنا خالص. خلي بالك يعني محدش يستذكى ويقول ان هو غير في الكود، يعني انت مثلا هتقول تكست هتغير كده هتبقى كده، لا مش هتغير كده، هو بيكتبها لك على حسب الفونت بتاع الأداة، التكست اللي جوه ملوش دعوة. بس هو كده بس النهاردة، ده فيديو النهاردة يا جماعة، وأرجو ان الفيديو ده اللي عجبكم، لو عجبك دوس لايك، لو عجبكش حط لايك، ولا ما عجبكش ليه، ما تنساش تبص على ديسكريبشن في الوصف في الكود بتاع اللي احنا كتب اللي احنا بتاع الفلتر ده بتاع الاوبن فايل ديالوج، انا هكتبها لك تحت في الديسكريبشن ان شاء الله. نلقاكم درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.